وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب الاجتماع الاسبوعي اكد رئيس مجلس الوزراء ان هناك خطط مدروسه للتعامل مع تلك التحديات اضاف مدبولي ان اكبر تحدي يواجه الحكومه حاليا هو توفير موارد من العمله الصعبه طبعا التحدي الاكبر ولا يخفى على حضراتكم جميعا هو توفير موارد اكبر من العمله الصعبه وده اللي الحقيقه الحكومه النهارده شغاله على هذا الموضوع بالتنسيق مع كل الجهات، مع البنك المركزي، مع كل الوزارات، على أساس هناك خطة وتصور واضح لتوفير العملة الصعبة في خلال الفترة الجاية، لأن طبعاً احنا نعي تماماً الفترة الاستثنائية اللي احنا موجودة، وبنتابع على مدار اليوم كحكومة ايه الصعوبات اللي موجودة وازاي ان احنا نزللها والخطة اللي موجودة النهارده وموضوعة محطوطة لغاية 30/6 بصورة مبدئية كخطة عاجلة 30/6/23 يعني بنهاية العام المالي الحالي وايضا طبعا علي المدي المتوسط للسنتين تلاتة القادمين.